اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وحلقه خاصه جدا بعنوان احنا النادي الاهلي من حلقات الاهلي خط احمر. اهلا بك يا فارس. اهلا بك يا اسامه، ومفتقدك والله حبيبي. وطبعا افتقدتك الاسبوع اللي فات، وافتقدت طبعا جماهير النادي الاهلي، وزي ما قلت عنوان الحلقه احنا النادي الاهلي. طبيعي جدا اي حد او اي كيان او اي مشروع بيبتدي صغير ممكن يقدم تنازلات، لكن لما تبدا بدون اي تنازلات فاعرف ان الكيان ده اتولد عملاق، اتولد كبير، اتولد وله اهداف مختلفه عن اي كيان اخر في المجال الرياضي. النادي الاهلي من بدايه عهده وهو مفيش تنازلات، سنه 1918 ست لاعبين قبل مسابقه كاس السلطان حسين بيقدموا استقالتهم لانتقالهم لنادي المختلط. الرد ايه؟ مع السلامه، ممنوعين من دخول النادي كمان لمده سنه. يتراجع اربع لاعبين منهم رياض شوقي عشان في سنه 1927 يتعلم الدرس كويس قوي. لما غلط حسين حجازي طلع هو استلم الميداليات، ما الاهلي بيعلم، لكن حسين حجازي ما اتعلمش الدرس وقرر ان هو ينتقل المختلط لو ما رفعتوش عن الايقاف، وكان قبل نهائي كاس مصر. الاجابه ايه؟ الباب بيفوق جمل. خد معاه اتنين كمان لاعبين، الحسني واباظه، وراح نادي المختلط. اللي حصل ايه؟ النادي الاهلي بيحقق البطولات، وفي نهايه الثلاثينات مع الاربعينات بزغ نجم لاعب كبير جدا اسمه محمد الجندي، كان بيتقاسم النجوميه مع عبد الكريم صقر. عبد الكريم صقر راح المختلط، ومحمد الجندي جه كلم كابتن مختار التتش وقال له انا عندي عرض كبير من المختلط. قال له ايه؟ الباب يفوت جمل. وفضلت سنين ورا سنين والباب يفوت جمل. كابتن صالح سليم، في لاعب عايز يحترف، الباب يفوت جمل. حتى الكابتن حسن حمدي، الباب يفوت جمل. كابتن سيد عبد الحفيظ وبيقابله لاعب، هو اللاعب اللي ملوش بديل، بيقول له يا كابتن سيد جالي عرض بمبلغ كبير. قال له شوف مصلحتك يا عبد الله. رمضان صبحي، انا عندي فلوس كتير وسيبونا افكر، اتقال له بالنص قدامك ساعه وترد علينا. ليه؟ لان احنا النادي الاهلي. فالحمد لله اننا النادي الاهلي ومش اي نادي تاني، فدايما نفخر بالنادي الاهلي يا فارس.